المغرب، المنتج الأكبر للقنب الهندي في العالم والمصدر الأول لعشبة القنب والحشيش. ضبط على مستوى ميناء طنجة المتوسطي لكمية اللي تقدر 13 طن ديال المخدرات. إنتاج سنوي يصل ل 24 ألف طن من عشبة القنب وما يقارب 600 طن من الحشيش وفقاً لإحصائيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 20 طن ديال المخدر الشيرة و 109.9 كيلوغرام ديال المخدر الكيف. 94 رزمة من المخدر الشيرة بلغ وزنها الإجمالي حوالي 3000 كيلو فاصلة 600 غرام. مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت منذ سنة 2015 إلى ما تم شهر ماي من سنة 2021 من حجز كميات مهمة من المخدرات. 809 طن من مخدر القنب الهندي المصنع تم حجزه من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني. 90% إلى 95% من هذه المحجوزات كانت متجهة إلى التهريب إلى الخارج. لكن بحلول عام 2021 أقر البرلمان المغربي قانوناً يبيح استخدام وزراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية. نور الدين إكجان صحفي استقصائي تابع قضايا القنب الهندي أو الكيف كما يعرف محلياً. المغرب بالنسبة لي تأخر كثيرا يعني في اعتماد التقنية، لأنه كاينين دول كثيرة ما عندهاش الزراعة بنفس الشكل اللي عندنا حنايا، وما عندهاش المناخ بنفس الشكل اللي عندنا، مثلا هولندا، لبنان، واحد العدد ديال الدول. ثروة وطنية كبيرة كانت عند المغرب على امتداد سنوات وكانت كتشتغل على مستوى السوق السوداء. في الحلقة الثانية من هذا التحقيق برنامج الحرة تتحرى يواصل فتح ملف القانون رقم 13 لسنة 2021. نبحث في حجم أرباح تجارة القنب الهندي ومنتجاته وكيف ستعود هذه الأرباح بالفائدة على الدولة والمزارعين بعد تطبيق القانون، وهل يسير المغرب في اتجاه تشريع الاستعمالات الترفيهية للقنب؟ شئنا أم أبينا طاعات المخدرات موجود يعني في جميع المدن في جميع دول العالم ككل، لما لا تفتح هناك مقاهي الكافي شوب كما هو الأمر بالنسبة لهولندا والدنمارك وكندا أمريكا وغيرها من الدول؟ إقليم الريف في شمال المغرب مركز إنتاج القنب في البلاد. وفق دراسة وزارة الداخلية المغربية يزاول 400 ألف مزارع يمثلون 60 ألف أسرة زراعة القنب على مساحة 50 ألف هكتار. دي الخدمة ديالي أنا كامل عاود، أنا جبرت الوالد ديالي خدام كيحرض هاد الشيء، شوية الفلاحة وشوية شوية عاد انتشر هاد الشيء مزيان، راه كيجي شوية الفلوس من بعد هو كيزيد كينتشر في البلدان بزاف، رجع كثر بزاف. الذهب الأخضر هكذا يلقب القنب الهندي في المغرب، لكن من يزرعونه ويحصدونه ليكونوا أول الخيط في تجارته لا تصلهم أرباحه. ما نظنش بأن المزارع كيقول بأنه هذا ذهب، كاين التحويل ديالها والإنتاج ديالها وتركيبها هذاك موضوع آخر. طبقا لأرقام رسمية مغربية انخفضت مداخيل مزارعي القنب لتصل بحلول عام 2021 إلى 325 مليون يورو سنوياً، أي أقل من 3% من حجم معاملات التجارة غير المشروعة في أوروبا، والذي يصل إلى ما يقارب 11 مليار يورو. كيف ما عطانا تالت استفدوا منا الإمبراطوري الشفارة البزنازة الكبار المغربين اللي كيخرجوها لبرا، وهنا البزنازة كيجيو كيعطيك انت درهم بالطبيصلة جوج درهم للقرم.
الجرام هو كيبيعها ب 20 درهم 12 درهم الجرام، اذا كيلو كيبيعه ب 2 3 الملايين. الفلاح ديما واكل الشح حيت هذاك بوبري ومصير، والبزنازه كيزيد يكمل على يمه كيبغي يزطم. علاش خصهم ديما يبقاو هاد الفلاح ديما يبقاو تحت الصبر؟ زراعة وحصاد القنب قد يحدثان بشكل شبه علني، لكن تصنيعه وتحويله إلى مخدر يتمان بشكل سري. فالحرفة التي توارثها الأبناء عن الآباء تهدد ممارستها بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. ضروري غاجي واحد النهار نمشي نخوي البلاد غنكمل قرايتي، نشوف إن شاء الله فين غنوصل، فين وصلنا الله إن شاء الله. وما هذه دابا هذا حنايا كتشوفوا كنعاونوا الوالدين ديالنا مساكين. على دقات أشبه بقرع الطبول تبدأ عملية تحويل القنب الخام. تدق الأوراق المجففة لتنفض ما تحويه من مسحوق، يتم تشكيل عجينته في صورة مخدر الحشيش، وتجمع بقايا الأوراق التي تعرف بالكيف ليتم تدخينها أيضا. التمارة ديالها راه صعيبة بزاف، راه ما كاينش بحال شي تمارة بحال هاد. دخلنا هادشي اللي كينفعنا، هادشي اللي كنعيشو منه، صافي كنديرو هادشي. راه هادشي دابا كولو كمية، وقيلا انا عايش جوج قناطر 700 غرام تخرج لينا شي حاجة عاود مزيانة. ماشي من إقليم الريف المغربي يخرج القنب المصنع إلى زبنائه المنتشرين حول العالم، فهو وطبقا لتقارير أممية على رأس قائمة المخدرات التي يتم تعاطيها وبالتالي تهريبها. بلغ عدد مستخدمي القنب ومشتقاته عام 2018 أكثر من 190 مليونا، أي ما يقارب 4% من سكان العالم البالغين. إسبانيا الوجهة الأولى لمنتوج القنب المغربي والنقطة الأقرب لمنشأه، فالمسافة الفاصلة بين القارتين الصمراء والعجوز لا تتجاوز 14 كيلومتر. خلال عام 2018 ضبطت السلطات الإسبانية ما مجموعه 350 طنا من الحشيش القادم من المغرب. تعتمد الشبكات الإجرامية الدولية المختصة بتهريب المخدرات على مسار عبر المنافذ الحدودية البحرية لمينائي طنجة والدار البيضاء نحو إسبانيا، عن طريق حاويات نقل البضائع والزوارق السريعة وقوارب الصيد العابرة للمتوسط. بعبور المتوسط وطبقاً لأرقام الأمم المتحدة تتغير أسعار المخدرات القادمة من المغرب وتتضاعف أحياناً باختلاف المناطق التي تزدهر فيها التجارة واعتماداً على حجم الطلب وجودة البضاعة. المزارع المغربي هو الحلقة الضعيفة، على أساس كيلوغرام واحد من القنب الهندي في المغرب يتراوح ما بين 300-500 دولار مثلا للكيلو الواحد. نفس هذه الكمية عندما تتجاوز الحدود المغربية إلى دولة إسبانيا فيصبح الثمن ديال هذا كيلوغرام من القنب الهندي يتراوح ما بين 1000 دولار-2000 دولار. في دولة هولندا مثلا يصل المبلغ إلى 3-4 أضعاف لهذا الثمن. على مدى عقود ذهب الجزء الأكبر من أرباح تجارة المخدرات لعصابات التهريب، بينما استمر الصراع بين السلطات المغربية ومزارعي القنب. الهدف ديالنا اليوم كيفاش نحلوا البيبان، أما هي ممنوعة وما نديروا حتى حاجة ونخليوها ممنوعة سهلة، شنو نديروا مقاربة أمنية نمشيو نجمعوا الناس كاملين، ما تبقاش عشبة واحدة وما يبقاش واحد إنسان واحد اللي خرب يتعاقب. هذا هو الهدف؟ لا، مش هذا هو الهدف، لأن حنا محتاجين لبعضنا ومحتاجين التنمية في كل مناطق بلادنا، ومحتاجين نستغلوا أي فرصة كما تنوع ديالها اليوم نستغلوها. بعد مناوشات طويلة بين الفصائل السياسية تحت قبة البرلمان، صدر القانون رقم 13 لسنة 21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية المغربية.
سنرى في القريب عند إشكال تطبيقه حجم الإشكالات التي ستنتج وحجم الاختلاف في التجاوب مع كيفية تنزيله. لما كيقولون التقنين ولكن شنو التقنين ما عرفناش، الشرح ديالو باقي ما عرفناش، واش غيعطيوهم شي بديل ولا غادي يعطيوهم شي ثمن ديالها مزيان يشريوها منهم شي ثمن مزيان ما عرفناش. في الجزء الثاني من هذا التحقيق نبحث في الآثار المتوقعة لتقنين زراعة واستعمال القنب. ما هي مجالات استخدامه الطبية والصناعية؟ وهل يملك المغرب البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الإنتاج الأكبر في العالم من النبتة المخدرة؟ صيف عام 2021، المغرب يعاني من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا. فطبقاً لأرقام الحكومة ارتفع عجز الميزانية إلى أكثر من 3 مليار دولار أمريكي، وانكمش الناتج المحلي بنسبة 7%، وارتفع معدل البطالة إلى 12%. دفعت صدمة كورونا الاقتصاد المغربي إلى أول حالة من الركود منذ عام 1995، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات الحجر الصحي والانخفاض الحاد في الصادرات وانهيار عائدات السياحة. لكن مصادقة البرلمان على استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية بدت كطوق نجاة للاقتصاد المغربي، فرصة مواتية للاستفادة من ريادة البلاد في إنتاج القنب وتحويل عائداته إلى خزينة الدولة. يعني هناك أنواع ممكن أن نزرعها فقط بغية استخدامها لأغراض صناعية أو زرعتها لأغراض طبية، وبالمناسبة حتى ما نزرعه لأغراض طبية بالإمكان بقايا النبتة الألياف التي لا نستخدمها لاستخراج الزيوت، هذه الألياف ممكن تجميعها وصناعة منها الملابس، الحبال وحتى بلوكات البناء للبيوت. القانون المغربي تزامن مع اتجاه عالمي لحذف القنب من جداول المخدرات الخطرة والمحظورة وإباحة استخدامه الطبي في أكثر من 40 دولة قابلة للزيادة. أجريت دراسة على الفئران سنة 2003 أظهرت أنه يمكن تجنب نوبات الصرع باستخدام القنب، وتمت الإشارة أيضاً لفعاليته في الحد من الآثار الجانبية لعلاجات السرطان، كما أن مادة الكانابينول الموجودة في القنب يمكن أن يكون لها تأثير مضاد للاكتئاب. وهناك دراسة صدرت في عام 2015 من جامعة بافالو أثبتت هذه النظرية. وفق تقارير حكومية ينصب اهتمام المغرب الأكبر على الاستحواذ على نسبة تتراوح بين 10 و15% من سوق القنب الطبي العالمي، والذي سيبلغ حجمه 42 مليار دولار بحلول عام 2028. كان من المتوقع أن يصل حجم سوق القنب الطبي العالمي عام 2021 إلى 16 مليار ونصف المليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل عام 2026 إلى 46 مليار دولار بمعدل نمو سنوي إجمالي قدره 22.9%. مستجدات علمية وسوق دولي متنامي واقتصاد محلي منهك، عوامل غيرت مقاربة المغرب في التعاطي مع هذه النبتة. فهل يملك المنتج الأكبر للقنب في العالم وفقاً لإحصائية الأمم المتحدة البنية التحتية اللازمة لتصنيع الأدوية والعقاقير؟ أبحاث العلمية كاينين كثيرة في المغرب، خاص غير ياخذ هاد الأبحاث اللي داروا ويديروا لابليكاسيون ديالهم، التطبيق ديالهم، هذه أول حاجة. ثانيا الخبرة ديال صناعة الأدوية كبيرة بزاف، راه تبارك الله راه أكثر من 50 سنة واليوم قادرين بأن نديروا نصنعوا الدواء مستخلص من النبات. لكن متخصصون آخرون خففوا من لهجة التفاؤل. يكون استخلاص المادة النشطة ديال هذا القنب الهندي، ويكونوا أبحاث
اما غادي تكون شي شركه اللي فايته كتصنع هاد الدواء اللي غيمكن لها تجي تصنعوا في المغرب، ولا غادي يمكننا نقوموا حنا بابحاث اللي غادي تمكن المصنعين المغاربه هما يقوموا بتصنيع دواء مغربي 100%. وكنظن على الاقل واحد 5 سنين ولا 10 سنين باش يمكننا نوصلوا لواحد النتائج اللي يمكننا نلمسوها. الطموحات المغربيه للسيطره على نسبه كبيره من سوق تصدير القنب الطبي يراها بعض الخبراء غير واقعية، نظراً لتوفر المنتوج من مصادر أخرى وبجودة قد تكون أعلى وبمواصفات أدق. كنقارن هنا في أمريكا ولا في كندا، جميع المزروعات من القنب الهندي وهي في موجودة في نسميها لسير، في بيوت مكيفة، جميع المعطيات اللي هي فيها مضبوطة، كأننا في مختبر، كتوصل لواحد المادة بواحد الكلفة اللي هي ضعيفة. هنا المغرب اللي خصو يتساءل، هذه المواد الطبية المشتقة من القنب الهندي غتكون منافسة للمواد اللي هي موجودة عالميا ولا لا؟ في إقليم الريف شمال المغرب تساؤل آخر، ماذا سيستفيد المنتج الأصلي للقنب أي الفلاح؟ التقديرات الحكومية أشارت إلى أنه في حالة نجح المغرب في السيطرة على 15% من سوق تصدير القنب الطبي في عام 2028، سترتفع المداخيل الفلاحية لتصل إلى 630 مليون دولار سنوياً، أي أقل من ضعف الرقم المسجل في عام 2021. يلا ها هي التقنن، بديت أنا داك الكيف ديالي اللي عندهم 40 كيلو ديال الكيف، شحال غيعطيوني فيها؟ والو ما غاتيوك، كان عطيوك 4 مليون 3 مليون ما غاتيوكش، عطيوك 2000 درهم ما كافيه. كان ديال واحد واخا ناس 30 واحد ولا 40 واحد، كيف غاتك فيها انت؟ قطاع اخر من المزارعين في منطقه الريف راى في التقنين دعوه لزياده المساحات المزروعه بالقنب وانتشارها خارج مناطقهم. جاي نتكلم على التقنين ديالو كيف. اولا قبل ما يتقنن خاص الدوله دير لنا التحديد، لان كاين شي مناطق هادو هما المناطق اللي كانوا كيديروا كيف يعني من واحد التاريخ قديم، وكاين بعض المناطق اللي عندها ارض فلاحيه، بلا نادو داك الناس كيزرعوا كيف، حنا ما وصلنا حتى واحد. في الوقت الذي يشكك فيه المزارعون في جدوى القانون الاقتصادي واثره في رفع مستوى معيشتهم، أشار البعض إلى فئات أخرى ستكون هي المستفيدة الأكبر من التقنين. بزنس هو بالاستطاعة ديالو يدير تعاونية، لأن عنده رأس مال وادي. لاحظت في ذاك القانون هو أن الفلاح الكتامي غيولي من خماس إلى عبد، عبد عند التعاونيات. علامة الاستفهام التي أثيرت حول جدوى القانون في دعم اقتصاد الدولة من جهة، ورفع مستوى معيشة المزارعين في إقليم الريف من جهة أخرى، فتح الباب أمام دعاوى لتقنين الاستخدام الترفيهي للقنب والذي شرع بالفعل في بعض دول العالم. الحقيقة يعني المشروع كما جاءت به وزارة الداخلية كان مخيبا للأمل، لأنه لا يخدم مصلحة المزارع البسيط بقدر ما يخدم الشركات الرأسمالية التي يعني تدخل في إطار الصناعة التحويلية للقنب الهندي، وهذا شيء مفهوم ونتفهمه. لكن ما طالبنا به هو أنه تثمين النبتة البلدية الأصلية التي نسميها الكيف واستعمالها في الجانب الترفيهي، وجعل منطقة كتامة كمنطقة استقطاب للسياح العالميين. وطبقا لوكالة الأنباء الفرنسية، تستقبل المغرب وتحديدا إقليم الريف آلاف الزوار سنويا القادمين لممارسة ما يسمى سياحة الحشيشة. هذه المرة الثالثة على التوالي التي آتي فيها إلى كتامة، أتحدث مع الناس والمزارعين هنا بشكل عام عن القنب وكذلك عن خصائصه الطبية. بالنسبه لنا كمستثمرين سياحيين هذا الجانب الترفيهي راه مهم، عنده نسبه اضافيه في السياح اللي غيجيو، الناس اللي غيجيو يستافدوا المنطقه الجماليه، والناس اللي غيجيو يشوفوا
وهذا في حد ذاته يعني في إضافة بالنسبة لنا، يعني ولا هذا القانون شمل التقنين يعني الصفة الترفيهية ديال هذا حلم هذا بالنسبة للساكنين المزارع. العاصمة الهولندية أمستردام النموذج الأشهر للاستخدام الترفيهي للقنب، فطبقاً لدراسة حكومية يأتي أكثر من 5 ملايين سائح أي 58% من حجم زوار المدينة سنوياً بشكل أساسي لاستهلاك القنب. يعني هو كين موجود، لماذا لا نقنن له بشكل معقول جداً؟ يجب أن نتحلى بالشجاعة اللازمة يعني لاستحضار العقل والمنطق والربح. يعني نحن أحرص على مواطنينا يعني أكثر من الدول التي شرعت لهذا الغرض. هناك توجه تشريعي في العالم يمضي في اتجاه الاستعمال الترفيهي، طبعا المغرب حاسم في هذه اللحظة، ولكن في الوقت الذي يسمح فيه بالاستعمال الأغراض الطبية فإن هذا مؤشر على أن المغرب سيتجه مستقبلا للتكيف مع التشريعات الدولية ولاستعمال القنب الهندي لأغراض الترفيه. هناك الآن تدخين للشيشة تقريبا في كل مقاهي المغرب، مع العلم أنه ممنوع قانونيا، فهكذا الأمر يبدأ. لكن بعض المختصين يرون في هذا النوع من الاستخدام سلاحا ذو حدين، خاصة مع وجود 800,000 متعاطي للمخدرات في المغرب بنسبة 4% من عدد السكان طبقا لوزارة الصحة المغربية. أعتقد أن التدخين سيجارة حشيش يعطي جواً مرحباً وجيداً، لكن أظن أنه يجب أن نكون حذرين جداً عند الاستهلاك اليومي، قد يكون هذا مدمراً. وأعتقد أن على المغرب التركيز على القنب العلاجي، لأن الانفتاح الكلي على الاستهلاك اليومي عند المراهقين بالتحديد يمكن له أن يؤدي إلى ضياع أجيال بأكملها، وهذه مخاطرة كبيرة. تقنين للاستخدام الطبي والصناعي وتوقعات تبقى مجرد توقعات بمكاسب وإيرادات بالمليارات قد تخرج المغرب من عثرته الاقتصادية، ومطالبات متصاعدة تدعو للسير حتى نهاية الشوط والسماح بالاستعمال الترفيهي لضمان الربحية السريعة واستقطاب الملايين من السياح. وبين هذا وذاك يبقى الفلاحون في جبال الريف في انتظار أولى البشائر التي قد تحسن أوضاعهم بعد عقود طويلة قضوها وهم موصومون بذنب زراعة المخدرات.